بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال الذي طرح كثيرا من خلال البث المباشر وعبر الهاتف والواتساب وقد تكرر كثيرا، أجاب عليه بعض العلماء بل أجاب عليه أكثر العلماء، ومع ذلك فهنالك من لم يستطع الوصول إلى إجابة من هؤلاء العلماء لأنهم لا يعرفون كل العلماء الذين لديهم إن شاء الله تبارك وتعالى قنوات عبر الوسائط الاجتماعية. ولذلك في التكرار إن شاء الله تقرير هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الناس، فالدين ينبغي أن ينشر على أوسع نطاق، لأن ليس كل الناس يستطيعون الوصول إلى المعلومة، وأنا إن شاء الله مساهمة مني في أولئك الذين لم يستطيعوا الوصول إلى الإجابة لهؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا، فإني إن شاء الله أكرر ما يقوله الشرع في هذه المسألة. ما هو السؤال؟ السؤال الذي يعتبر بإذن الله تبارك وتعالى من جملة ما أفرزته حادثة ريان، يقولوا لي هكذا السؤال: لماذا لم يستجب الله لهذه الدعوات بالآلاف بالملايين في العالم الإسلامي لإنقاذ ريان ولم ينقذ، إنما أخرج جثة هابدة؟ لماذا لم يستجب الله لنا؟ والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سأقف معكم إن شاء الله مع هذا الموضوع وتحملوني بعض الشيء، لأن مسألة العلم تحتاج إلى أن تجلس وتثني الركب أمام العلماء لتفهم مراد الله تعالى من كل أمر حتى لا تدخلك الريبة والشك في أمر الله ورسوله. أولا قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. ما معنى ادعوني أستجب لكم؟ ما معنى؟ إذا دعوتني يا عبدي استجبت لك. ومن الذي قال؟ الله. ومن أصدق من الله؟ قيل: ليس هنالك أصدق من الله ومن رسوله، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يخلف وعده لعباده، دعوني أستجب لكم. يستجب لكم، ولذلك يتمم المولى الآية فيقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلي. سيدخلون جهنم داخلي، ما معنى ذلك؟ دعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله أكبر، الدعاء اسمه عبادة، فالدعاء قال عليه هو العبادة. ما معنى العبادة؟ أن العبد لا يعرب عن عبوديته إلا بالدعاء. ما معنى الدعاء؟ أنك تكون في حاجة إلى ربك لضعف أصابك، لجوع أصابك، لعري أصابك، لفاقة أصابك، لعجز أصابك، لضعف أصابك، فأنت في كل الأحوال محتاج إلى رب تلجأ إليه. ولذلك فالدعاء هو إعراب فقرك لربك، وإذا كان بيقول: اللهم اغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، بل أزيدكم من الشعر بيتا: إن أعظم باب تدخل به على الله هو باب الفقر إليه، والفقير إلى الله يستمر في دعائه حتى يلقاه، لأنها هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدعون، يوحدون، هذه مهمتك في الحياة، لا تستغني عن ربك. لا إله إلا الله محمد رسول، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إن الذين لا يدعون الله، أي يستكبرون عن عبادتي، هو مستكبر. الله أكبر، الذي لا يدعو الله متكبر؟ نعم متكبر. الله أكبر، ثم يدخل النار. الله أكبر، إذا لم تدعو الله تدخل النار. واسمه هي الصلاة، واسمه هي الصلاة. الصلاة هي عبادة، والعبادة هي دعاء. قرأوا الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله
حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم يأتي السؤال، أليست الصلاة سؤال؟ أليست عبادة؟ ولذلك فالعبادة هي الدعاء، والذي لا يدعو الله مستكبر عن العبادة، الله أكبر، والمستكبر عن العبادة واسمه في النار. المسألة خطر، دعيت ربي بالليل والنهار، الله أكبر. النقطة الثالثة، قال الله دعوني أستجب لكم، قال عمر في هذه الآية أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا دعوت استجاب الله لك. المهم يقصد تدعي، ولذلك المحروم هو الذي سدت في وجوه أبواب الدعاء، أما إذا فتح الله لك باب الدعاء فدعوته فقد الله تعالى أراد لك الخير، لأنك إذا دعوت أجابك الله. الله 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 الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. المسألة الرابعة، يقولون إذا دعونا هذه الأيام كلها 5 أيام ولم يدعوا واحد، دعت الأمة كلها في العالم أن ينجي الله ريان من قعر البئر، أنا ترى أن الله لم يستجب لنا ونحن قد دعونا أن ينجيه لكن لم ينجو، أليس هذا دليل على أن الله لم يستجب للمسلمين في كل الدنيا لهذا المطلب؟ قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا موضوع آخر، أنك لن يستجاب لك إلا إذا استجبت لله تبارك وتعالى، هنالك موانع للاستجابة. لكن هذه المخلوقات كل شيء دعات، واش كاع أحد المخلوقات في الكون ما فيهمش اللي يستجيب لله؟ بلى، هنالك الكثير. مسألة موضوع موانع الاستجابة سأخصص لها درس خاص إن شاء الله. الآن احنا خلونا مع ريان، ولماذا لم يستجب لكل هؤلاء؟ ها؟ الآن السؤال، هل استجاب الله أم لم يستجب؟ استجاب الله. ماذا يقول عبد الله؟ استجاب الله. من جبتها؟ من كلام الله وكلام رسوله. مش تعرف؟ حتى لا تدخل الريبة إلى قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أولا، كيف استجاب الله يا عبد الله؟ ما الذي تقوله ونحن رأيناه وقد أخرج جثة هامدة؟ الله يا رب يا رب. اسمع، الله استجاب لنا، ولكن استجاب لنا زيد بطريقته هو، زيد في الوقت الذي يريده هو، زيد بتحقيق ما يريده هو، زيد. واليقين أن ما استجاب الله لنا غير الذي أردنا هو الخير للأمة كلها. الله أكبر، واسمك تقول نعم استجاب الله لنا لأن الله قد دعوني أستجب لكم. لكن اسمع لي، لا يستجيب لك على كيفيتك، على هواك، على ما تريد. فلو أن الله استجاب لنا على هوانا عياذا بالله لسقطنا عياذا بالله في شر أهوائنا وما نحب، فإننا لا نرى حجب الغيب لو خرقها الله للمخلوقات لرأى أن استجابة الله لنا هو ما فيه الخير لنا رحمة منه لعباده. لا بينا بينا، وش هالكلام اللي قلنا بينا؟ احنا بغينا بشيء. إذن في الأولى اسمع، الله استجاب لكن زيد بطريقته، زيد في الوقت الذي يريد، زيد بالأثر الطيب الذي يريد، زيد. الله أكبر، هذه الأولى خصاري تكون بين، لأن الله يستجيب لك لما يصلحك
تعرفوا اسمه قالوا سيدنا ابي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. يعني شوف كاين واحد السيد يقول يا ربي زوجني فلانه وربي ما يزوجوش، لان الله يعلم لو ان زوج لو انه تزوجها لكانت سببا في دخوله النار. واحد يقول يا ربي يا ربي الدين الخارج وربي يمنعه، لانه يعلم انه لو حقق له ذلك لفقد دينه ولا ذهب عياذا بالله مع اهوائه ولا اخذته الدنيا بعيد عن ربه ويخسر الاخره. اذا الانسان عجول حبيبي ربي سلم له سلم له. الله اكبر. الثانيه ان شاء الله تبارك وتعالى، هذه الاولى ان شاء الله وعقلنا عليها راه استجب الله تبارك وتعالى. الثانيه ما هي انواع الاستجابه؟ كاربعه احفظهم عليا باش فهم دي دعنا. انواع الاستجابه شحال؟ اربعه. الاولى واسمها هي ان يستجيب لك في الحال اذا كان في خير لك. قال تعالى على لسان نوح واش قال؟ واش قال؟ رب اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. الله اكبر. ففتحنا الفعل التعقيب، ولكن سيدنا نوح صبر كثير على دعوه قومه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. انجاه الله. اذا هناك اسم الاستجابه الفوريه، وهذه غالبا ما تكون للمظلومين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دعوه المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لانصرنك ولو بعد حين. إن هذه الاستجابة الفورية. الثانية يؤخر الاستجابة، يستجب لك في الدنيا ولكن ما يستجب لك استجابة فورية، يؤخرها. بحال سيدنا موسى قال ربي شو أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اش قال لهم سيدنا ربي؟ قال قد استجيبت دعوتكم فاستقيما. شحال جلست؟ 40 عام. 40 عام عاد باش غرق الله فرعون بعد هذا الدعاء. قال له استجبت لك ولكن استقم، ماشي شغلك فوقاش، ربي هو يعرف علاش ويعرف فوقاش. اذا الاولى فوريه والثانيه اسمه يؤخرها فاش؟ في الدنيا. حافظوا علينا الله يرحم كل واحد، حافظوا الله يجزيكم بالخير. الثالثه وربي ربي لا اله الا الله يرفع عنكم من البلايا في صالحكم أكثر من أن يستجيب لكم. يعني أنت تدعي الله تعالى يعطيك هذه الحاجة وربي ما يعطيها لكش، ولكن ذاك الدعاء يعطيك حاجة أحسن منها، وهي يرفع عنك بلاء كان سينزل عليك، لأن الدعاء والبلاء يعتلجان في السماء. فكلما بالغ الناس في الدعاء وألحوا وصدقوا إلا كانت قوة الدعاء تدفع ما ينزل من البلاء. والله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيرفع الله من البلاء على الأمة ما يشاء من المصائب التي كانت ستنزل عليهم. واسمو هي المصائب اللي كانت فينا؟ وجا الدعاء باش يربي نجي ريان، ودا سيدي ربي عنده ورفع بالدعاء نتاعنا البلايا. اسمو هي البلاء اللي رفعها الله علينا. اسمع اسمع. خلافات كانت بسبب التحاسد بين الأمم، بين المغرب الشعب المغربي والشعب الجزائري والشعوب الإسلامية. كرة كانت تفرق الناس، حمية الكرة، حنا نغلبوا حنا، انتم ما تفهموش انتم ما تعرفوش. سياسة سياسوية، تنابز بالألقاب، قذف والعياذ بالله الوقود في نيران الخلافات لتزداد اشتعالا. فجاءت ريان فرفع الناس أكفهم إلى الله وردهم إلى العبادة. قالوا ربنا اجي ريان، فالله تعالى أخذ ريان لما هو خير له ورفع بهذا الدعاء الخلافات. حتى كتب بعض العلماء جزاهم الله خيرا إن ريان جاء لحكمة، جاء ولد ليحوزكم إلى الله ويذكركم بالآخرة، جاءت قضية ريان لتزيل فتائل الخلافات التي كادت أن تنشب وتتطور إلى ما هو أكثر من الخلافات، إلى المشادات وإلى أكثر من المشادات، وهي والعياذ بالله معارك. الله أكبر
ألا ترون أن الخير الذي استجاب الله لهذه الأمة وهي تدعو أن ينجي ريان، أننا حققنا الطريقة الثالثة للاستجابة، وهي ليس يهم الأمة فقط مسألة نجاة ريان الذي أحبه الله رفعه إليه، ولكن الله رفع بريان وبالدعاء لإنجائه المصائب الكثيرة التي كانت تحيق بالأمة. والله رأيت التكافل، التوادد، التراحم. كان شحال واحد تابوا كتبوا لي قال لي احنا ريان بسببه تبنا الى الله. عباد الله، كم انجى الله بريان وبأدعية المسلمين لانجاء ريان، كم انجاهم من الاستمرار في المعصية فتابوا، وكم من اناس كانوا والعياذ بالله متقاتلين فتصالحوا، وكم من ناس في الأمة كانوا متحاسدين فتحابوا، وكم من ناس في الأمة كانوا غافلين فإلى الله رجعوا. ألا ترون أن الله رفع بهذه الأدعية المباركة مصائب كانت تحيق بالأمة؟ هذه الثالثة. الرابعة، النوع الرابع تستجيب واسمه حتى ولو لم تحصل واحدة من الثلاثة، لا استجابة فورية، لا استجابة متأخرة، وليس هناك رفع لأي بلية كانت ستحيق بالأمة. ما كانش من هذو الثلاثة. واسمه باقي؟ باقي الاستجابة الرابعة، واسمه أن يدخر لكل داع جزاءه وثواب دعوته إذا لقي الله. الله 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 الله. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا دعا كثيرا في قضية فلم يستجب له بارك الله له في دعائه وإلحاحه، فإذا مات ولقي الله، أنا أعطيكم غير معنى الحديث، يؤتى له بأجور عظيمة لكل دعاء أجرا وثوابا يكون في مسيس الحاجة إليه يوم القيامة. فلما يرى العبد أن كل دعوة دعاها لم يستجب له بإحدى الإجابات الثلاثة، لا فورية ولا متأخرة ولا رفع بلاء، يرى أن الله ادخر ثوابها له يوم القيامة عند لقائه، فيرى أجورا عظيمة كالجبال أخذ عن كل دعوة، وإذا بها تكون سببا في نجاته من كروبات يوم القيامة، وينجيه من النار ويرفع به في أعلى الدرجات مع الأبرار. قال فيتمنى يوم القيامة أن لو لم يستجب له في الدنيا أي نوع من الاستجابات الثلاثة في الدنيا، ويدخر له الأجر لكل دعوة دعاه. الله أكبر، مالك أنت؟ ما وش قصرت؟ تركت عبد سيد ربي. فالدعاء إذن عبادة ومخ العبادة، فإن لم تر الإجابة فاعلم أن الله تعالى قد ادخر لك ثوابا عظيما تكون أحوج ما تكون إليه يوم عرصات يوم القيامة، حيث يقول النبيون نفسي نفسي فكيف بك أنت أيها الظالم لنفسه يا عبد الله. ولكن كلمة الشرط ما اسمه؟ اسمه الشرط انت عرام واسمه الشرط ألا تقول للناس دعوت فلم يستجب لي. أنا عيت ما ندعي قامشت والو، هنا بطلت الاجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت الله ولم يستجب لي. اياك ان تقول ذلك، دعينا في وقت ريان وما استجبناش الله، ما غاديش تدي الاجر دحين القيام. فهمت وين الوقت؟ إذا استجاب الله لا ولا ما استجاب، فرى الإجابة، فرى الإجابة. هنالك استجابة إن شاء الله تعالى فورية، واسمها هي هروع الناس لإنقاذه، وهذا أجر كبير. استجابة الثانية واسمها متأخرة، فرى المستجاب المتأخرة. سترون خيرا كثيرا سيغدقه الله تعالى على والديه بإذن الله، وعلى تلك القرية، وعلى خيرات كثيرة. الثالثة إن شاء الله
يرفع الله من البلاء. رفع الله من البلاء على الأمة ما كان والعياذ بالله سيشتعل بسبب التحاسد والتنابز وبعض القرارات والعياذ بالله الغير محسوبة على المستوى السياسي. كل ذلك انطفأ بإذن الله وببركة هذه الأدعية. ورابعا، لنفرض أن هذه الاستجابة الثلاثة لم يتحقق منها شيء، فإن الله تعالى مدخر لك مقابل هذه العبادة التي هي الدعوة ثوابا عظيما ينجيك الله به من أهوال يوم القيامة، ولكن بشرط أن لا تقول دعوت الله ولم يستجب لي. وصلى الله على حبيبنا محمد.